تنوعت الأنشطة والتظاهرات التي عرفتها مدينة الدخلة مؤخرا في شكلها، لكن تبقى الدلالات واحدة وهي تخليد الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. وكان للأنشطة الرياضية نصيب الأسد، حيث احتضنت الدخلة العديد من التظاهرات، كانت بدايتها بلحاق طنجة الجويرة الذي أصبح يكتسي أهمية كبيرة ورمزية، فرضت نفسها ضمن الفعاليات المخلدة لهذه الذكرى من كل سنة. مدينة طنجة هذه 3 أيام، النسخة الثامنة للحاق طنجة الجويرة اللي كان نضمه كل سنة بمناسبة المسيرة الخضراء. الشعار ديال السنة وهو الصحراء المغربية 40 سنة من العطاء والتشييد والبناء. معنا مشاركين جاونا من جميع أنحاء المملكة وكذلك أجانب، كلهم على سيارة رباعية الدفع. كما اختار النادي الملكي للدراجات النارية مدينة الدخلة نقطة انطلاق لطوافه الذي ينظم بالمناسبة، ليجوب من خلاله 135 دراجة الأقاليم الجنوبية للمملكة. ولعل أهم ما ميز الطواف الطابع الاجتماعي والإنساني الواضح من خلال الحملات الطبية وتوزيع اللوازم المدرسية وتكريم شخصيات محلية. القافلة الطبية لفائدة أطفال الدخلة، القافلة كتشمل 3 ديال الاختصاصات: طب العيون وطب الأسنان اللي غتكون في مستشفى الحسن الثاني اللي كنتواجدوا به الآن، وقافلة ديال طب الأطفال اللي كاينة في المدرسة ديال عبد الله مباهي ومستشفى الوحدة. الغرض من هذه القوافل الطبية هو إعطاء واحد المساعدة. وفي إطار تشجيع الرياضة النسوية، نظمت جمعية التنشيط الرياضي بالتنسيق مع جمعية جسور للكاراتي والتيكواندو النسخة الأولى من سباق المسيرة الخضراء النسوي للمشي، بمشاركة 300 مشاركة من فئة الفتيات والنساء قطعن مسافة 2 كيلومترين. وقد حضر هذا العرس الرياضي كوكبة من الأبطال المغاربة. تزامنا مع الاحتفال ديال عيد المسيرة الأربعينية، كذلك عدد من النساء اللي تمشوا، يعني مشكورين على هذا على الحضور ديالهم، وكذلك مشكورة الجمعية المنظمة، لأنه دعم المرأة على الممارسة الرياضية شيء مهم، وكذلك الفتاة على الممارسة الرياضية ممكن على أنه يصبحوا أبطال في المستقبل. كذلك الحضور ديال الأبطال الكبار اللي حاضرين هنا في مدينة الداخلة، عدد كبير من الميداليات الأولمبية والعالمية اللي حرز عليها المغرب تتواجد اليوم وتتساهم كذلك في الاحتفال بعيد المسيرة. كما احتضنت الدخلة الدورة الأولى لسباق التحدي الصحراء الدخلة، والذي عرف مشاركة متسابقين مغاربة وأجانب، إضافة إلى 20 من نجوم ألعاب القوى المغاربة وكذا هواة وعشاق هذا النوع الرياضي من شباب المدينة. وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين في حفل بهيج بدار الثقافة بشارع الولاء، وبحضور كل من والي جهة الدخلة والذهب ورئيس الجهة ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني. وفي ختام الأنشطة المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، ارتأت جمعية لاغون المنظمة لرياضة الكايت سيرف تنظيم مسابقة محلية بمشاركة رياضيين محليين وسياح أجانب. امتدت فعاليات طيلة 3 أيام، عرفت خلالها توزيع جوائز رمزية على المشاركين في هذه التظاهرة الرياضية. فكرنا باش نخلقوا واحد الجو، يكون واحد الجو ديال الدخلة، ديال الناس ديال الدخلة، بمشاركة ديال كاع لي كايتور اللي تيديروا الكايت هنا في الدخلة، اللي خدامين إما في لي زوتيل، لي مونيتور اللي خدامين في لي زوتيل، ولا حتى من ناحية التوريست اللي كاين. دونك هضرنا معاهم ودرنا على 3 أيام، درنا واحد اللي شارك فيها على كل نهار تقريبا كانت شي 40، واليوم وصلنا 70 مشارك اللي داروا الداوينغ من بيكا 25 حتى للداخله.